السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدا الكلام الاول، نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. النهارده بقى ايه؟ هنعمل حاجه كده تحفه تحفه تحفه، شايفين الجمال والحلاوه. بس قبل ما نبدا في الفيديو بقى، اتمنى من حضراتكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو، عشان اللايك يا جماعه بيساوي من حضراتكم كلمه شكرا. فاتمنى ما تبخلوش عليا بلايك علشان الفيديو يترفع، واتمنى ان اللي ما شاركش في القناه يشترك ويكون ضيف عزيز علينا ان شاء الله. هنعمل ايه النهارده بقى؟ هنعمل حاجه زي ما انتم شايفين، جمال بالحلاوه كده. هنعمل كيكه الكريم كراميل، حاجه كده فوق الوصف، حاجه كده يعني جميله 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 بصراحه. شايفين الجمال؟ ايه رايكم في الحلاوه ده؟ انا حبيت اوريها لكم الاول كده علشان ينفتح نفسكم وتكملوا الفيديو للاخر وتشوفوا الوصفه الجميله دي. يعني انتي مش هتبطلي تعمليها من حلاوتها، تعمليها مره مش هتبطلي تعمليها. فلو عجبك انا عايزاكي تقولي رايك في التعليقات، ومحتاجه دعوه من حضراتكم كده، دعوه حلوه منكم كده. شايفين الجمال؟ كيكه متماسكه 3 طبقات، حاجه كده تحفه. نخش بقى في التفاصيل والمقادير بتاعتنا. يلا معانا بقى المقادير بتاعتنا، معانا بيضتين. انا بقول اللايك يا جماعه، منسوش اللايك، اهم حاجه اللايك علشان اللايك بيرفع الفيديو. معانا نص كوبايه لبن، ومعانا بيضتين، ومعانا 1/3 كوبايه زيت، ومعانا كوبايه لربع سكر. ده تجي بقى كوباية دقيق وكوبايتين كاكاو خام ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. طبعا الكاكاو الخام يا جماعة لازم تنخلوه عشان بيبقى فيه تكتلات كده، فلازم ينتخل، علشان التكتلات دي لو سبتيها وما نخلتهوش هيعملك كتل كده في عجينة الكيك. فانا نخلة الحاجات دي كلها نخلاها. هنبدأ نقلبهم مع بعض كده ونركنهم على جنب لحد ما يجي وقتهم. وفي الخلاط مفيش اسهل من كده. كل المكونات دي هنحطها في الخلاط. معانا البيضتين، ومعانا هنحط كمان رشة فانيليا وكوباية لربع سكر او نص كوباية، لو انتي مش عايزاها مسكر قوي هتحطي نص كوباية، ونص كوباية لبن، وتلت كوباية زيت. طبعا الدقيق يا جماعة ممكن مثلا نعوز معلقة دقيق ينقص، يعني حسب، يعني ممكن نزيد معلقة دقيق، ماشي نحط له مش مشكلة. معانا رشة فانيليا، ونضرب الكلام ده كله في الخلاط حوالي 3 دقايق. نضربهم كويس يا جماعة علشان السكر يدوب والزيت يتمزج حلو بالخليط. وبعد ما ضربناهم نحطهم في طبق. طبعا هحط شوية مية في الخلاط كده في الشفشق، علشان طبعا في بواقي البيض والحاجات دي المكونات بتاعتنا، فشوية معلقتين مية كده فتنضفي الخلاط بيه وتحطيهم فيها تاني. طبعا احنا هنضيف الدقيق تدريجيا مش مرة واحدة، على 3 مراحل. اول مرحلة انا حطيت مرة اهو، شوية بشوية، ما تضيفوش على طول. انا حسيت ان هي عايزة شوية يعني معلقة دقيق تاني، فانا حطيت لها معلقة دقيق. يعني حسيت ان هي خفيفة كده فحطيت معلقة دقيق كمان. انتي لو لقيتيها خفيفة شوية كده ممكن تحطي معلقة دي. يا جماعة حاجة كده تحفة بصراحة، حاجة كده تحلي بقى اولادك كده، يعني جميلة بصراحة. حطيت معلقة دي كمان اهو، بس مش حط تاني. طبعا احنا دهنين صينية بالزبدة، صينية حوالي مقاس 28 لـ30، يعني الصينية المتاحة عندك 28 لـ30 عادي. وزي ما انتوا شايفين انا دهناه بالزبدة. طبعا انا مولعه الفرن مسخناه قبلها، يعني اول ما جيت اشتغل في الكيكه ولعت الفرن علشان يسخن. درجه حراره متوسطه في الرف اللي في الوسط، يعني 160 170، مش كتير عن كده. وبتقعد حوالي 1/3 ساعه، من 1/3 ساعه لـ25 دقيقه. نعمل الخليط اللي هنسقيه بقى. معانا ايه بقى؟ نص كوبايه ميه، وكوبايه ومعلقه ونص سكر، ومعلقه نسكافيه صغيره. طبعا الميه يا جماعه بتغلي، ونقول تاني نص كوبايه ميه بتغلي، ومعلقه ونص سكر
ومعلقة صغيرة نسكافيه، هندوبها ونسيبها تبرد تماما. وبرضو مش هنسقي الكيكة إلا إذا الكيكة بردت تماما. لو تغلطش غلطة تطلعي الكيكة سخنة أو ده سخن وتسقيه، لازما الكيكة باردة أهو زي ما انتوا شايفين بردت تماما، والخليط النسكافيه ده برد خالص. فبنبدأ نسيبها بقى، متخيلوش يا جماعة بيعملها ناجحة كده لذيذة وريحة حلوة جميلة جدا. نبدأ نركنها على جنب دلوقتي ونشوف هنعمل ايه. نبدأ معانا 3 كوبايات لبن، هنعمل الخليط اللي هو بتاع الكراميل اللي هنحطه الطبقة التانية. عملنا الطبقة الأولى اللي هي الكيك، هنعمل الطبقة التانية. معانا 1.5 معلقة نشا و3 كوبايات لبن. ده كريم كراميل يا جماعة، انا هاخد الباكيت مش هنستعمل الكراميل خالص، ده الباكيتات بس، الكراميل مش هنستعمله في الوصفة دي خالص. هناخد باكوين 2 من الكراميل، هنعوز كمان باكو بس في الاخر هقولكوا دلوقتي نعمل بوي. دول باكون هقلبهم كويس قوي. بعد كده بعد ما نقلبهم يدوب هنرفعهم على النار لحد ما يغلوا، اول ما يغلي دقيقة واحدة نقوم شايلينه على النار زي ما انتوا شايفين كده. محتاج غلية بس دقيقة واحدة، اول ما يغلي هشيله على طول. بدأ يتقل معايا وغلي اهو، هنشيله هو سخن على طول. كده غلى الساعة بتاعت الدقيقة واحدة وندفع عليه. وبعد كده نروح ايه للخلاط بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. معانا 200 جرام بسكوت سادة، ده بسكويت يا جماعة سادة. ومعانا الخلاط، هنكسر 200 جرام ونحطهم في الخلاط، وهنحط الخليط اللي احنا عملناه ده سخن على طول في الخلاط ونضربه فيه. ما انتوا شايفين بقى، هجيب الخليط وهو سخن على طول احطه في الخلاط نضربه كويس، وبعد كده ايه هنحطه على الكيكه. انتوا شايفين سخن ازاي بيغلي ازاي، ما سيبوش يبرد، لو سبتيه يبرد هيجمد منه على طول، من على النار على البسكوت على طول. بعد كده معانا 2 معلقة قشطه، وعندك علبه قشطه اللي هي الصغيره دي ممكن تحطيها، او قشطه لباني ممكن تحطي 2 معلقة، دي قشطه لباني عاديه تديها كده يعني غناوه وطعم تحفه، يعني بتخليها بتدعمي الطعم بتاعها، بتخليها طعمها جميل بصراحه القشطه دي. بعد كده هنضربهم في الخلاط ضرب كويس كده لحد ما ينعموا. بعد ما ضربناهم زي ما انتوا شايفين يا جماعه نحطه على الكيكه. هنسيبها حوالي 1/2 ساعة، مش في التلاجة ولا حاجة، هي تجمد على طول كده 1/2 ساعة. وبعد كده نحط الطبقة الأخرانية اللي هي الطبقة التالتة، وزي ما انتوا شايفين هنسويها ونسيبها حوالي 1/2 ساعة. ونروح للطبقة التالتة اللي هنعملها، هنعمل ايه. معانا 1 كوباية مية، معانا 1/2 معلقة نسكافيه صغيرة. ايه موضوع نسكافيه معانا النهاردة، النسكافيه بيخلي حاجة كده تحفة. معانا الباكت بقى اللي هو الكريم كراميل، ما حطناش يا جماعه اللي هو الكراميل خالص، احنا ركناه ما حطناهوش خالص. ده 1/2 معلقة نسكافيه صغيره، والباكت بتاع الكريم كراميل، وكوبايه ميه، وهنرفعه على النار اول ما يغلي على طول هنشيله. ودي تبقى الطبقه الثالثه، متخلوش يا جماعه بتدي كده طعم جميل، يعني حاجه كده تحفه. النسكافيه يعني بيديك لذاذه كده، يعني حاجه زي ما يكون
يعني زي ما يكون شوكولاته متعتقه كده، بتدي ريحه وطعم جميل. اتمنى من انتوا تجربوه وتقولوا لي رايكم في التعليقات، بس انتوا عارفين متنسوش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. وزي ما انتوا شايفين بقى دي الطبقه الثالثه اللي انا هحطها. طبعا هو اول ما بيغلي بيتقل معاكي، هنحطه وهو سخن عادي مش هنستنى ما يبرد. من الطبقه اللي احنا حطيناها دي اللي هي نشفت خلاص، شايفين اهي نشفت ازاي. هحط الطبق البسكوت الاول، هننصف بسكوت كده حسب رغبتك بقى زي ما انت حابه، يعني هو يفضل بسكوت الشوكولاته بس انا ما كانش عندي فحطيت البسكوت العادي. زي ما انت شايفين اهو، عايزه تضيق المسافات توسعي المسافات براحتك خالص، براحتك. بسكوت مدور، بسكوت مربع، اللي انت حابه حطيه، يعني مش شرط ان انا عملت كده، يعني ممكن تزودي تقللي براحتك. عشان هنحط الطبقه الثالثه بقى فوق البسكوت ده. بس وانت بتدلقي بتحطي الطبقه الثالثه دي حاولي تحطي على البسكوت نفسه، يعني ايه تدلقي على البسكوت نفسه. وزي ما انتوا شايفين انا بحاول احط على البسكوت علشان طبعا البسكوت يطرى. طبعا الطبقه دي يا جماعه بتجمد، احنا نحطها في الثلاجه مش هنقطعها قبل ساعتين او ثلاثه لحد ما كل الكلام ده يجمد خالص. هو بيجمد بسرعه، يعني ساعتين هتلاقيه جمد معاكي، تبداي تقطعيه بقى وتبداي تاكلي بقى وتدعي لي. زي ما انتوا شايفين انا بحاول احط على البسكوت نفسه. يا رب الفيديو يكون خفيف على قلوبكم كده وعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوه وتقولي رايكم في التعليقات. هنحطها بقى في التلاجة حوالي ساعتين او ثلاثة، بعد ما مر عليها 3 ساعات طلعناها. ساعتين بصراحة انا حطيتها ساعتين بس، بعد كده ببدأ اقطعها. قطعي التقطيع اللي انت حباه قطعيه. شايفين متماسك وجامد ازاي؟ 3 طبقات جامدين زي ما هم. بقول لكم لايك، ما تنسوش اللايك. بس يكون في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.